طيب اول حاجه عايز الناس تعرفها ايه؟ اول حاجه عايز الناس تعرفها ايه؟ ان الموتور الخاص بالسيارات العاديه كان موتور واحد، تمام؟ كان موتور واحد ديزل انجن او بيسموه اي سي اي. طيب الديزل ده بيشتغل بالديزل او بيشتغل بالبنزين وات ايفر. طيب هنا بقى الموتور ده اشتغل بالكهرباء بس، موتور هيشتغل بالكهرباء. طيب الموتور اللي بيشتغل بالكهرباء ده ايه انواعه بقى؟ هل كل العربيات الكهرباء ليها نفس الموتور؟ بنتكلم على نوع الموتور وليست حجم الموتور. انا عارف كل ما بتكبر العربية كسايز او كحجم، حجم الموتور بتاعها بيكبر، بس احنا بنتكلم هل زي العربيات العادية ليها نفس الموتور؟ لا مش كده خالص، في مواتير كتيرة جدا بنستخدمها في السيارات الكهربية. طيب انا عايزك تركز على ايه بقى؟ في حاجه بيسموها سنترلايزد سنجل موتور. سنترلايزد هي من سنتر، يعني في موتور مركزي، تمام؟ الموتور المركزي ده محطوط في اول السياره هنا ومربوط بمجموعه تروس بمين؟ بالعجلتين بتوع السياره الاماميه. طيب حلو، ده بيسموه ايه؟ نحفظ مع بعض، سنترلايزد سنجل موتور. سنجل يعني موتور واحد بس، يعني في الاخير الحته اللي فوق دي موتور كهربي دريفن باور ترين طبعا، او دريفن باور ترين يعني القاطره اللي بتجر السياره كلها سنجل موتور، فبيسموه سنترلايزد سنجل موتور. سنترلايزد يعني مركز، هو موتور واحد مفيش غيره. طيب الناحيه اللي على اليمين دي في ديستريبيوتد. ديستريبيوتد يعني ايه؟ يعني موزع، مالتي موتور. يبقى احنا لو قسمنا هنقسمهم ايه؟ سنجل يعني سياره كهربيه فيها موتور واحد سنجل موتور، وفي مالتي. مالتي دي بتشمل ايه؟ ممكن تبقى تشمل اتنين موتور او ثلاثه موتور او اربعه موتور. تاني، السنجل موتور هو موتور واحد بس في العربيه الكهرباء، المالتي موتور فيها اتنين او ثلاثه او اربعه حسب التصميم اللي احنا هنبدا نعرف دلوقتي الاسس بتاعته، تمام؟ لا السيارات الكهربائية ما فيهاش موتور واحد، تمام؟ ما فيهاش موتور واحد، فيها كم موتور حسب النوع. في حاجات تمام بيسموها سنترلايزد سنجل موتور، يعني فيها موتور واحد، يعني ده هو اللي شبه مين؟ شبه السيارة العادية بتاعتنا الديزل، تمام؟ طيب النوع الثاني بيسموه ديستريبيوتد. ديستريبيوتد يعني موزع، ديستريبيوتد يعني موزع. طيب الديستريبيوتد مالتي موتور كام موتور؟ في حاجات فيها موتورين، في سيارات فيها ثلاثة، في سيارات فيها أربعة. يبقى أنت دلوقتي لما هتيجي دلوقتي تقرأ الداتا شيت زي ما خدنا الداتا شيت بتاعت النيسان ليف، هتروح تبدأ تلاقي إيه؟ والله أنا عندي خصائص الموتور، تمام؟ لو انا عندي خصائص الموتور لازم ادور دلوقتي واسال نفسي، هل العربيه الكهرباء اللي انا هشتريها او اللي انا هشتغل في صيانتها دي او اللي انا هصممها، هل هي موتور واحد ولا موتورين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ يبقى التقسيم الرئيسي للمواتير ايه؟ نحفظ مع بعض، سنترلايز سنجل موتور يعني واحد بس، او ديستريبيوتد مالتي موتور. طبعا دريفن باور ترين يعني القاطره اللي بتشد السياره، هل هي موتور واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ طيب اول سلايد كده تمام، بدا يدخل في دماغنا ان العربيه الكهرباء مش شرط يبقى فيها موتور واحد. طيب السنترلايزد سنجل موتور، سنترلايزد سنجل موتور لو احنا بصينا عليه، ادي العجلتين اللي قدام بتوع السياره، وادي عمود اللي بيربط بين العجلتين، هناخد كمان الجزء الميكانيكي ده في محاضره لوحده، وفي هنا جزء تروس من الاخر كده ترانسميشن، ومربوط بيها مين؟ مربوط بيها الموتور، ويبدا يشتغل، يشغل السياره يشدها لقدام، ده بيسموه سنترلايزد سنجل موتور. طيب الديستريبيوتد مالتي موتور، لو انت بصيت هنا ادي العجله دي صح؟ هتلاقي معاها موتور، العجله الثانيه تلاقي معاها موتور، هنا مثلا ورا هتلاقي موتور مع العجلة اليمين وموتور مع العجلة اليسار، يعني في حاجات فيها أربع مواتير.